بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتنا اليوم رانا حابين نشارك معكم لا فيديو هذه تاع المشكل اللي في الفولكس واجن اللي دائما نحكيو عليه، ماشي هذه الاولى ولا ثانيه ولا ثالثه. نتاسف شغل لو كان الناس وصلهم الميساج كانوا قادرين ما يمشوش بالريزال وما يصرهمش المشكل هذا. هذا اخونا راكم تشوفوها، هاي ديك لي ماي الى راه تبان تستعدي للداخل، هذا كل اللي راهم يستعدوا الداخل. عطيني تشوف عفسه الحديد راه ديريكت لداخل، راك تشوف هذا المازوط، المازوط تاعو فيه لي ماي تاع الكومبريسور، كاين وين الكومبريسور هو اللي يرمي لي ماي هذي، وكاين وين المشكل يكون من ريزيرف ولا تضرب افيد ولا الكومبريسور اش بي يكون فارغ يدير المشكل هذا. عطينا تشوف ترنر يسبق الله يعيش. هاو تحت حبيت نخلط هذه باش نبان. هاي يبان الحديد يسطع ديريكت، هاي معمره حديد لتحتها، يعني احنا فيدي فيناها. هذا ذكرنا الحين لي زانجكتور، خونا الحين لي زانجكتور قبل ما نفيريفيو الحديد، كاين الحين لي زانجكتور ديكوفرينا بلي فيهم يبلوكيو، راح نحيو الاش بي. دوكا اذا اوتوماتيك لازم نحيو المازوت كامل، نحو الريزيرفوار نيطوايو من الدخله والخرجه حتى الريزيرفوار، ونحو الريزيرفوار كامل نعاودو مازوط جديد باش ينجح له. هذا خونا كان ديجا عاود لهم لي زانجكتور دو فوا ولا تروا فوا، هو يريباري في كل خطيط يكلاطي واحد، يعني الحمد لله قدرنا نديكوفريو لابان منين راه يجيه المشكل. بارطاجيو معنا لي فيديو هادو باش الناس تستفاد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.